الحاج يحجون ويعتمرون، وهو من البقايا الباقية من دين إبراهيم، لكن ليس عندهم غيره، ليس عندهم غيره، وهو مبني على الشرك. لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، يلبون بالشرك. ولهذا لبى النبي صلى الله عليه وسلم بالتوحيد، فقال لبيك لا شريك لك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، نفى الشرك. هم يقولون لا فيه شريك، وهو ما يعبدونهم من دون الله، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله وسايط بيننا وبين الله. هذا في الحج. أما الصلاة ما يصلون ولا يزكون ولا يصومون ولا يقولون لا إله إلا الله، وهم في قلوبهم يعتقدون أنه رسول الله، يصدقونه، فإنهم لا يكذبونك. اليهود والنصارى أيضا يصدقون أنه رسول الله، الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، فلعنة الله على الكافرين. هم يعترفون أنه رسول الله بقلوبهم، لكن أبوا أن ينطقوا بألسنتهم، وأبوا أن يتبعوه، فلم يكن التصديق بالقلوب كافياً كما تقوله المرجئة. مذهب المرجئة مذهب باطل بلا شك.